بركاته. معكم باشمهندس محمود علي البدوي، برنامج هندسة طبية والحيوية، كلية الهندسة جامعة المنصورة. إن شاء الله هقدم برزنتيشن عن تصنيع المحركات النفاثة تحت رعاية الدكتور محمد الخطيب. إن شاء الله نتناول في البرزنتيشن ده موضوعات أهمها: Jet Engine, Types of Jet Engine, Holding Companies for its Industry, Jet Engine Parts and their Function and How it Made, How it Works. المحرك النفاث هو عبارة عن أداة أو محرك يعمل نفث الموائع بسرعة عالية جدا لإنتاج طاقة عالية وقوة دفع عالية أيضا، ويعتمد على مبدأ نيوتن الثالث. ويتم صناعة المحرك نفاث أو أجزاء المحرك النفاث واللي بتصل عددها إلى 25,000 قطعة، وبيصل سعره إلى 254 مليون دولار عن طريق تجميع أجزاء. Types of Jet Engine، أنواع المحركات النفاثة: Jet Turbine، المحرك النفاث، Turbine Propeller، المحرك المروحي، الصاروخ، المحرك العمودي الدوراني. Holding Companies for its Industry، الشركات المسؤولة عن صناعة المحركات النفاثة، وأكيد مش هتكون أي شركة طبعا، لأن الحاجات دي بتحتاج إلى دقة عالية جدا في صناعة كل جزء حتى لو كان صغير، لأن ممكن خطأ بسيط جدا يؤدي إلى كوارث. أهم الشركات ديت: رولز رويس البريطانية، جنرال إلكتريك من أولى الشركات طبعا في صناعة المحركات النفاثة، سي إف إم الدولية، وبرات أند ويتني الأمريكية. يتكون المحرك النفاث من جزئين: جزء بارد وجزء ساخن. الجزء البارد يتكون من المروحة والضغطين، والجزء الساخن يتكون من كومباسن شامبر، غرفة الاحتراق، والتوربينات، ومخرج العادم. المروحة، وهي بتكون في مقدمة المحرك وتصنع عادة من معدن التيتانيوم لأنه يتحمل درجات الحرارة العالية، وتصنع المروحة بطريقة الميلينج زي ما نشوف في الفيديو. هنا زي ما احنا شايفين صنع المروحة بطريقة الميلينج، وبما ان التفاعل ده او العملية دي بينتج فيها درجة حرارة عالية جدا، فلازم يكون في نظام تبريد. زي ما احنا شايفين هنا نظام التبريد تبريد مائي، زي ما احنا شايفين في تبريد مائي اهوت. طبعا ممكن يصنع كل شفرة او كل جزء من اجزاء المروحة ديت لوحده، وبعدين ممكن يجمعهم تاني عن طريق الفورجينج برضو، بس هو هنا بيوفر على نفسه وقت ومجهود. الضغطين، يتكون الضغطين من شفرات ثابتة وشفرات دوارة. الشفرات الثابتة تعمل على ضغط الهواء، والشفرات الدوارة تعمل على سحب وشفط الهواء. 4 مراحل ضغط منخفض و10 مراحل ضغط مرتفع، واللي بتصل درجة حرارة الهواء المضغوط فيها إلى 450 درجة مئوية، وهي درجة الحرارة المناسبة للاحتراق. تقدروا تشوفوا من هنا من الفيديو دوت كيف يتم صناعة الضغطين، ويتم أيضا صناعتها عن طريق الفورجينج، عن طريق تغيير شكل القالب، لأن القالب ياخد بأن القالب ياخد الشكل المعكوس للشفرات بتاعت أو المراوح بتاعت الضغطين، وبيتم صناعتها أيضا. غرفة الاحتراق، وتصنع عادة من الصلب المقاوم لدرجات الحرارة العالية، بالإضافة إلى احتوائها على السيراميك لمقاومته لدرجات الحرارة العالية. وتصنع أيضا، ممكن تصنع بالبيرمننت مولد، أو بتصنع ككل جزء على حدة ويتم تجميعهم، لأن زي ما انتم شايفين هنا إن هي معقدة في صناعتها، وبتوصل درجة حرارة الهواء مع الوقود في عملية الاحتراق إلى 5000 درجة مئوية. التوربينات، التوربينات تشبه في شكلها نفس شكل الضغطين، فبتصنع أيضا الشفرات بتاعتها أو المراوح بتاعت التوربينات بطريقة الفورجينج، عن طريق أن احنا نغير شكل القالب اللي فوق والقالب اللي تحت بأنه ياخد الشكل المعكوس للمنتج اللي احنا عاوزين نطلعه. والفورجينج أو قصدي التوربينات هنا بتعمل على تحويل الطاقة الكيميائية الناتجة من عمليات الاحتراق إلى طاقة ميكانيكية دورانية. العمود،
العمود هنا بيربط الضغطين بالتوربينات ويعمل على تدوير كل منهم، وممكن يوجد اكتر من عمود في المحرك الواحد عن طريق ان ممكن ان كل عمود يعمل على تدوير كل جزء بسرعه معينه. وممكن يصنع العمود ده بالبيرمننت مولد كاستنج، وممكن يصنع ايضا عن طريق الميلينج او التيرنينج والفيسينج. تيرنينج زي ما احنا عارفين ان هو بيقلل اقطار، والفيسينج بيقلل طول، فممكن ايضا يصنع بهذه الطريقه. مخرج العادم ويعمل على خروج الغازات الناتجه من عمليه الاحتراق، ويصنع ايضا من الصلب المقاوم لدرجات الحراره عاليه، لان زي ما احنا عارفين ان هو بيخرج منه الغازات بدرجه حراره عاليه جدا، وممكن يصنع كل جزء منه، كل جزء من الاجزاء ديت لوحدها، وبيتجمعوا كلهم بحيث يعني على اطار بحيث ان هو يتحكم في الفتح والقفل بتاع المخرج العادم ده. هنا زي ما احنا شايفين طريقه عمله، هنا المروحه اللي بتصنع من التيتانيوم وبتعمل على شفط الهواء، وهنا الضغطين، هنا الهواء بيتم ضغطه وممكن توصل درجة حرارته زي ما احنا قلنا ل 450 درجة مئوية، واللي هنا بنكون انتهينا وشكرا.